السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاع أم خولة، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع المتتبعين ديالي، وإلى أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد. غادي نقترح عليكم واحد الخبيزات عامرين بالكفتة والخضرة والشعرية الصينية. كنحتاجوا في المقادير كان عندنا الكفتة، بصلة مقطعة، الفلفلة الحمراء والخضراء مقطعين، كان عندنا قزبر ومعدنوس والثومة، كان عندنا الشعرية الصينية بعد ما رطبناها في الماء طايب وقطعناها، كان عندنا في العطرية سكينجبير، الملحة، التحميرة، بابريكا والإبزار وزيت الزيتون وزيت العديد. بسم الله على بركة الله. غادي نشحروا البصلة مع الفلفلة، غادي نديرهم فوق النار حتى يتشحروا مزيان. غادي نزيدو الكفته، العطريه، غادي نزيدو الزيت، زيت الزيتون، الثومه والربع. غادي نخليو هاد العمارة تبرد وغادي نمشيو للعجينة. بالنسبة للعجين تاع الريفات كنحتاجو للدقيق،
خميرة الخبز، ملحة، مرقة سنيدة، خميرة الحلوة وقطرات من الخل والمدافي. بسم الله على بركة الله. الخل هذه العجينة ديالنا غادي نخليوها ترتاح. Thank you.
Thank you.
Thank you.